يعني راح يكون الإشراف على متابعة هذا الوباء انطلاقا من وزارة الداخلية. ما فيش احترام لهذه التدابير على مستوى المرافق العمومية تاع الدولة. كل الإدارات والمرافق العمومية ما فيش ولا تدابير فيه لافتة محطوطة يعني الداخلة إلزامية التقيد بكذا وكذا، ولكن الداخل ما فيش تدابير على الإطلاق. ما فيش تدابير بالنسبة لعملية النخل. كل الذين رخص لهم لا يحترمون هذه التدابير بما فيها الحجم يعني وعدد الراكبين